طبعا بدون سابق وعد كذا فجأة دف دف على وين؟ على مصر مدونة ومدونة على القاهرة بإذن الله. ثلاثة أيام يومين زي الحال نزبط الأجواء ونزين نفسي وراجع زي الحال يا جدع. والله منيح، أنت كيفك؟ أنا أتعب. هذا شامل. طيب كيف زي الحال مصر؟ أنا رحت مصر قبلك صح؟ هاسكت خليك برا. ازيك يا برنس؟ ايش اسمك؟ بهاي زكريا. طلعت بهاي زكريا. سعد حفص. وشعبك موجود في الميادين يسجل مصرك يا مصر على الاعداء. انتظرونا انتظرونا بنجيكم بنجيكم حجي درجة اولى بنجيكم. اتركوا يا ابو محمد تروح درجة اولى تروح مصر ام الدنيا جايس. انتظرونا. تفضل تفضل. حياك حياك ابو حياك 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 يا ابو علي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا اخواني ال عفوا اعوذ بالله من الشيطان. الدرجة الاولى اللي كنت انا احلم فيها ما كانت هذيك الاولى، كانت هذه تمدمد الكرسي تمت. انتهى برجولك انت بكرامة والبطانية والمخدة. هذه كان حلم يا ابو محمد. من قال ان سعد علي بيركب ذا المقعد؟ من قال؟ وبهاجي محمد اللي كان عند الغنم في الباطن يمثل خطوط من الباطن للثنية. ان شاء الله اني بسفرك بعد العيد على طيارة خاصة. اوه انا وياك الحوالي نوم. لا انت الحالك من قوة طلع بعبك. هل تتوقع اخوي بهاج انك تمتلك طياره خاص لك باسمك؟ تتوقع مع الايام؟ هو مو بحلم لي بس هل تتوقع؟ ان شاء الله ثقتي بالله عالي. ده اللي شايفه خيال واختل بوعيني الجمل زي عيني جنة ولا عربان اللي شايفه بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أي زر؟ نبدأ وش زر اللي قاعد تضغط أنت؟ دي. الله الخير. يا سلام. سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الخير. الله يسعدكم الله يسعدكم. الله يسلمك ان شاء الله. تفضل حضرتك. ده سويت فل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الفندق فل بيو على نهر النيل ما شاء الله تبارك الله. تشوفون كيف ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه نورتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بكم. كيف بالأمانة كيف كل واحد قيم اللبس. ما تطقمت ها؟ ما تطقم راضي عن طقمك؟ همشي عن نفسك راضي عن نفسك؟ أنا خلصنا من الشوبينج الحين بناخذ قهوة من ستاربكس الله الله من بعدها بنطلع البحر تمشية ونقابل إخواننا المصريين. معكم هذا أهلين بهاي زكريا. زيك زي الحال يعني. تحب الأولى ولا الثانية؟ أحب الثانية. الثانية عارف يا حبيبي عارف الله يسعدك. خطأ جدا في القاهرة ومصر ومشغل لي شيرة جخلق. الله يطول عمرك يا أبو محمد. عاش يا أبو محمد عاش. أشهد بالله الرجل هذا ربعنا راعي نظر. أشهد بإذن الله متوجهين إلى شارع جدا 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 بيعجبني وبيعجبكم بيعجب بالأخص أبو محمد. محمد خي سوق مقاضي وشاهي وضح وناسة ويجيك واحد يقول لك نكتة تعطيني جنيه. جدا جدا خلكم معنا بنظبطكم اليوم خلكم معنا. طبعاً وصلنا لشارع المعز. سوق بسيط جدا وفيه كل شيء تبغاه ما شاء الله تبارك الله العالم والناس مستمتعين كلنا يفتح محله وكلنا يترزق والله يرزق كل مسلم ما شاء الله. التمر بساطة حلوة في جميع. أبو علي بو بغى تصدمني. معنا وقفنا البرنس هذا. كيف حالك حبيبي؟ كيف الحركة؟ اقطع حريشة بيصورنا صور و طورنا شيء بعد ما خلص. اهم حاجة عايز رأيكم بعد ما خلص تصويرها هعرض لكم الصورة على الكاميرا زي كده. اوكي ورنا الحركة الأخيرة كيف؟ لا 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 حركات ايش الحركات هذا؟ هذا انت كنت تسويها في الباطن. لا جابنا هنا عشان نصور شو كيف. عب يا ابو هاي زكريا اقطع حري. لحظه بعد ما شاء الله تبارك الله انت قهوه. انا ابو محمد يا مرحبا يا شيخ الله يبقيك نستمتع جدا. شوك ما شاء الله تبارك الله ومع المصور سيف مرحبا بك علي. طولني بذا الحال كيف اواني اشوف لله درك الله.
طبعا بننزلها لهم باذن الله. والله يشوفك ويسوي ذا الحركة نرميك. طبعا تونا طالعين من شارع الحسين متوجهين باذن الله الى اكبر مول في مصر اللي هو اسمه مول مصر. طبعا انت ليه كذا قلبك اسود؟ جاوبني ليه؟ فكر بينك وبين نفسك وقول انا ليه قلبي اسود كذا؟ طبعا داخلين نطيطه مع ابو محمد. والله يا بيجي لعب وناسه واستمتع. وين هي هذه؟ هذه بس صح؟ أشوف أبو علي. ما عرفنا ولا هياط ما ادري ايش ما اشوف لعبه ثانيه. هذه وش؟ لا لا اعدي لها هنا انط من هنا صح؟ امسك صور صور امسك والله مع بهاي زكريا. روح روح ارجع من الحد ارجع من الحد بهاي زكريا. ما انا ماسك الحيطه صورني هنا. وي يوه غدا غدا ها وهي جات خرج باب توقع والله طول عمرك صاحبك القدر صاحبي ايش فيه؟ صاحبك القدع رزق يقطع الرزق؟ رزق عز الله وجهنا يقطع الرزق ما كذا. اوه يا اهل الله البرد. طبعا وصلنا هنا مدينة الثلج. شو كيف لطقم؟ شو كيف؟ والعاب يا كبير. الله تبارك الله. العقل مبسوطة متونسة. والسعد بين حقها الزكام والضيق أبو علي. ما في طين كذي غار غار غار. أم هذا غار صح؟ معليش اسفي طق. طبعا يا اخوان هنا موعد بالطريق. موعدك على حسب الكرت اللي في يدك. الساعة 3 الحين موعدنا. تنتظر هنا لين يجيك موظف ويوديك بالطريق. بس المشكلة هنا ما يمدينا نصور ولا يمدينا حتى نلمسها او شيء. يعني ابدا زي كذا البطريق. ما تلمس الرجل شيء ولا تقدر تصور معه. فهمت كيف؟ بس تفرج فيه بس. معنا نلعب التزلج هادي. تعال تعال اركب اركب قدام اركب قدام. ها لا تدف ها روح ما تزحلقت
لا تدف طيب ايش فيك يا لان ام الفكك يا لان ام الفكك يا لان ام الطي يا لان ام الطي اصص اظهرني تخيل يا جماعه فاك القفاز عشان امسك الجوال اصور لكم اقسم بالله يا ايدي اني وعد احسبها الحين ثلج ايدي احس انا اوقف الدم فيها فاظن ما اقدر اصور لكم لان لازم البس قفاز هم الله